وصفتنا لليوم فراريج يا غوالي، فروجة غير شكل. يعني شو سيد راسي؟ انا بعد فراريج شاي. شو سيد راسي لاطيلي شايفها لك؟ بس بعيده فروج محرزه لك امسحها، بدنا نسحبه تسريب اليوم. يايك يا عين عليك. كيفكن سيد راسي؟ اليوم وصفتنا غير شكل، وصفة مدللة. وسحبنا للمسحب سيد راسي. لكن سيد راسي صاينا يعني مسحب بس كمان مدللة. يا يعني عين عليك. شو الجاج سيد راسي؟ يا عين عليك. كمان غير شكل. عنا جاجة كيليين. رح ناخد الجاجة هلا، وأول شيء من هون يا ابن نجيب، شايف شلون؟ يا عين عليك. هي الأفاها وهي عند الصدر، شايف شلون؟ عند الصدر بنخرطها هيك، شايف شلون ابن نجيب؟ يا عيني عليك. لك بس خرطناها من هون، شوف شلون سيد راسي، وبعدين بنقلبها هيك. يا مشان شو؟ مشان نكسر لها ظهرها. مشان نكسر لها ظهرها. لكن سيد راسي هيك بنفصعها فصح هيك هيك، شوف الفخدات لحاله نزلوا. وبنكسر لها ظهرها من هون سيد راسي كمان، عفوا قال ظهرها كمان صدرها، شايف شلون؟ يا سلام عليك. صارت مسحها. ومناخد من قيم هاي ومنبلش نضغط عليها بهالشكل هاد لحتى تصير مسحب ابن نجيب، شايف شلون؟ طبعا انا غسلتها ونقعتها بالخل شي ربع ساعة تمام، لحتى نظفناها وقطفناها ومننقعها بالخل ربع ساعة، وبعدين بنجيبها سيد راسي ومنبلش نتبل فيها. شايفين شلون عندها هي القرنة؟ بتجي هي الجلدة، بدنا نقيمها طبعا مشان النظافة كمان. هلا بناخد البطاطا والجزر بنفردهم بسفل سيد راسي. ما بنحط لها بصل؟ لا سيد راسي مو طيب تمسحب مع البصل. الله وكيلك طيبة. في ناس بتحط والله. انا هيك بحبها بالبصل بس انا والله ما بحبها كثير الصراحة. بتحب تحط حط حط سيد راسي، حط سيد راسي مالي كامشة. يا عيني. وبنسطي حجاجة فوق منه. وهلا على التتبيلة سيد راسي. يا عيني عليك. بدنا نتبل. هات نشوف سيد راسي. أول شيء بناخد كاسة مي وبنصبها سيد راسي، وبناخد كاسة زيت كمان، زيت نباتي زيت عادي يعني. يا عيني عليك. وبنصبها كمان، وبناخد بعد منا شوية توم فريش. طبعا الكاسة بالنسبة للكاسة كاسة عادية يعني، مو كاسة شرب اللي بنعرفها كلياتنا. يا عيني عليك. لقياس المعروف. والتوم شغلت سنين ثلاث سنان توم كمان، مو أكتر من هيك كمان بنحطه. طبعا الدجاجة كيليين ها نجيب احفاظها. يا سلام. تمام سيد راسي. ومنبلش بالبهارات، كزبرة معلقة صغيرة كزبرة، ومنبلش كمان سماق، معلقة سماق كمان، ومعلقة فلفل كله معلقة صغيرة. انا هاي المعلقة اللي عندي صغيرة اصغر من النص معلقة يعني، عرفتوها في معلقة الطعام والنص معلقة، هاي معلقة الشاي طبعا. وهي كركم كمان معلقة بس طبعا مقوبعة يعني مليانة، مو معلقة والله صغيرة. وماجي سيد راسي معلقة كمان. ومنبلش بحباشاتنا المعروفة، أول شيء القرفة وبعد منا ورق الغار سيد راسي، وبعد منا الهيل سيد راسي. لكن الهيل أساسي عليك، بيعطينا ريحة خرافية. يا سلام. أربع خمس حبات هيل، شوية ورق غار، وتين قرفة سيد راسي. لكن سيد راسي معلقة ملح ابن نجيب، معلقة طعام ملح، ما تكون مقوبعة سيد راسي بس هيك يعني. وبالنسبة دبس بندورة سيد راسي، دبس بندورة سيد راسي معلقة، ودبس فليفلة كمان معلقة، بس بملية أنا المعلقة هيك دبس فليفلة يعني. دبس البندورة بخفف، دبس الفليفلة لا ما بتطلع حدي، هي مو حد أنا شوي هيك يعني. اللي بحب يحط حدي سيد راسي. يا سيد راسي بتحب حدي حط حدي، بتحبها بلا حدي بلا حدي، معلقة معلقة ونص تطلع غير شكل كمان. اذا واحد بده يحط معنا هيك قرن فليفله ما بتزبط؟ لا بتزبط كله بتزبط. شو بدك سيد راسي حط ومنحرك سيد راسي. يا سلام. وصارت خلطتنا جاهزه هلا. وهلا لوين سيد راسي؟ على التسبيح سيد راسي، على الحمام سيدو. بدنا نحطها هيك ونحممها ونحممها. يا عيني عليك. وندلكها. لكن سيد راسي شوف الحمام تفريك. لكن سيد فركناها من شوي ونظفناها. شوف لي هالشوفة يا ابن نجيب بعد ما سبحت وظبطت امورها، شوف لي هالشوفة. يا سلام يا عين عليك. هلا اذا بتتبلها وبتخليها عم تتسبح سيد راسي بيكون اطيب. ها يا
يا عيني عليك يا عيني عليك يا ابن جيب لك لك لا قال هلا بيتسطح وبيرتاح له شي ساعه ونص للساعتين بالفرن بيطلع منهنه هنهنه وهذاك حط له قصدين لكن سيدو بنحط كاسه مي ثانيه مثل ما شفتوا قلت لكم انا شكلها بتتحمل مي لسه تمام سيد راسي ومنبلش بقال بهالدعكه مع هالبطاطات مع هاللحباشات هلا ليش المي مشان تطلع مسقسه سيدو مسحب اسمه مسحب اذا هذا الفخذ والدبوس ما تسحب ما اسمه مسحب وهلا من سلفنا لانه العظم منه بيتسحب يا عيد عليك لكن سيد راسي وبعد منه هلا بنلفها بالقصدير وبوشنا على الفرن ساعه ونص او ساعتين على هوا طاقه الفرن اللي عندك بالبيت على هوا الاستطاعه تمام استويت سيد راسي يا سلام يا سلام على السقسه والنغنغه لك شي بنغنغ القلب هي بدك تاخذها وتسقيها هيك يعني انا باخذها بالمعلقه بسقيها او بالفرشايه او كذا لحتى تعطينا هيك رايحه غطت سيد راسي لكن سيدو رواسي يا عيني عليك مسحب بده يتنغنغ نغنغه سيدو يا سيد راسي يا عيني عليك شوف لي هالشوفة يا ابن جي والله شي فاخر على الاخر سيد راسي جهز لي هالا جاهز ابسلتي جاهز دواك عندي ابسلتي جهز لي هالا يا عيني عليك يا عيني عليك هاي وصفة المسحب سيد راسي ما راح تحسن تاخذها وشوف لي هالتسحيبة هاي شوف 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 يا ابن نجيب ما عملنا لها شيء والله لحالة والله شوف شو آدمية وبنت حلال شوف الثانية يا سلام شوف 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 يا عيني عليك شوف يعني ما عم نحن فاخر على الآخر سيد راسي ما عم نسحب شيء ابن نجيب شوف شوف لحالة هاي وصفة اليوم المسحب بأطيب نكهة غير شكل عند عمك ابو عمر عم يتسبح ويتسأسأ ويتنغنغ غير شكل سيد راسي والله فاخر على الاخر ما راح تقدر تاخذها اليوم سيدو انت باين صغنة مثل النار شلون بده يحملها قلبك طيب سيد راسي استحكمته اليوم استحكمته قلبك طيب سيد راسي والله قلبي طيب يا سلام والله ما بتاخذها هاي غالية علي المسحب ها اللي من الصبح تعلق لها هذا متى ما صلح الصلية معناتها بده يسرقها شو ما عملت فأحسن شي نعمل صلحة معه سيد راسي ما بقى شيء للأذان المغرب تقعد عندي ونفطر سوا يا عيني عليك وافقت خلاص كشكشنا لابن نجيب اليوم يا سلام وزبطنا الأمور واتفقنا هاي وصفتنا لليوم سلام سيد راسي.